السلام عليكم. اليوم نروح الولاية الجزائر العاصمة اللي نضرب تحويصة في مارينا تاع الجزائر بمناسبة يعني انطلاق الألعاب العربية. واليوم نشوف بالمنافسات نتاع المسابقات البحرية لافيرون راهي جارية في المارينا الجديدة تاع الجزائر العاصمة، ورغم أنه الأشغال مازال لم تنتهي كليا. إذن نخليكم تتابعوا بعض الجوانب إذن المنافسات نتاع الألعاب العربية في مارينا الجزائر. أترككم تتابعون، السلام عليكم.